كابتن اشرف توفيق اعلن او صرح انه جاهز لاستئناف دوري سوبر السله. خليني اقول لحضراتكم باختصار، دوري سوبر السله في اليومين دول او السنه دي او السنتين اللي فاتوا كانوا بيعملوا نظام الاقصائي، يعني انت بتلعب 5 ماتشات بياخد بيست اوف 5، بتكسب 3 ماتشات بتتاهل للدور اللي بعده، واللي بيخسر بيطلع بره المنافسه. النادي الاهلي كان وصل قاب قوسين او ادنى انه يوصل للنهائي، كان لاعب الجزيره 3 مباريات فاز بمباراتين و خسر مباراة، وكان في مباراة ثالثة في استاد القاهرة، كان النادي الأهلي قرب جدا وكان هو الأقرب طبعا للفوز، كان حالته الفنية والبدنية كانت جاهزة، ولكن للأسف حصل التوقف. فكابتن أشرف توفيق طبعا صرح معانا بعض التصريحات هنتناولها مع حضراتكم. كابتن أشرف توفيق المدير الفني الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي أكد إن الفرقة جاهزة عشان تستكمل دوري السوبر واللي قرب جدا على نهايته، زي ما قلت لحضراتكم كل التصريحات متشابهة. الفرقة بتلعب دلوقتي قبل نهائي دوري السوبر وإحنا متقدمين على الجزيرة زي ما قلت لحضراتكم 2-1. اتحاد السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه حددوا يوم 29 اغسطس اللي جاي عشان يوم الماتش الرابع بين الاهلي والجزيره في قبل النهائي. خلي بالكم برضو انا عايز اقول حاجه، ماتش الجزيره ده لا قدر الله اذا حصل ان النادي الاهلي خسر هنروح على مباراه 5، انتوا متخيلين طبعا ان انت جاي من توقف 4 شهور هتبتدي تخش الصاله المغطاه يوم 1/8 1 اغسطس، عندك 2-3 اسبوع عشان تخش تلعب مباراه قويه زي دي، فطبعا الموضوع تحدي شديد جدا جدا. وقال باذن الله هنكسب ونصعد عشان نلعب نادي الاتحاد السكندري، ونسيت برضه اوضح لحضراتكم نادي الاتحاد السكندري تاهل وبينتظر المتاهل من الاهلي والجزيره. وفي حاله لا قدر الله خسرنا هيكون عندنا فرصه ثانيه في ماتش فاصل زي ما قلت لحضراتكم. اتقابلنا طبعا مع كابتن اشرف توفيق وطبعا صرح لنا، وكان كلمه الاهلي طبعا معاها، لان طبعا كان مهم جدا ان احنا نروح ميدانيا نشوف الفرق بتستعد ازاي، وكان لينا تقرير مع الكابتن اشرف توفيق. خلينا نشوف هو قال ايه وارجع لحضراتكم تاني.